الله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين به، حمد المقرين بجوده وإحسانه، حمد المعترفين بآلائه وأفضاله، حمد الطامعين في واسع رحمته، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر الكرام، وقفتنا اليوم مع أول كلام نطق به بشر، وأول ذكر تلفظ به وذكره أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. فلما خلقه الله عز وجل من طين ونفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى: رحمك الله يا آدم. وفي رواية أخرى صحيحة قالت الملائكة: رحمك ربك يا آدم. ومن ثم وجبت رحمة الله لكل حامد. معشر الكرام، إن الحمد منزلة إيمانية عظيمة من أعظم منازل الإيمان، ولعظيم شأنها ورفعة مقامها وعلو مكانها جعلها الله سبحانه وتعالى فاتحة لفاتحة كتابه: الحمد لله رب العالمين. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بأول آية فيها من باب تسمية الشيء بأعظم ما فيه، وهي قولك: الحمد لله رب العالمين. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه إمامنا مسلم فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. أنت أيها الأخ الكريم، إذا نسيت الحمد في كل يومك لابد يقينا أن تحمد الله على الأقل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات صلواتك في يومك، فأنت تصلي. وإذا صليت لابد أن تقرأ في كل ركعة بأم الكتاب، وإذا قرأت في كل ركعة بأم الكتاب وجوبا تقرأ أول آية: الحمد لله رب العالمين. نحن معشر الأحبة الكرام نحمد الله سبحانه وتعالى أولا لأنه أهل لكل حمد وثناء جل جلاله، ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي أنعم بها علينا، وعلى رأسها نعمة الإيجاد. فلولا الموجود ما وجدنا، فلولا إيجاد الموجود لنا ما وجدنا، فالله تفضل وأنعم وتكرم فأوجدنا وجعلنا من خلقه وأوجدنا مع المسلمين، فلله الحمد والمنة. ثم نحمده سبحانه وتعالى نعمة كبرى ثانية، وهي نعمة الإمداد، أن الله جل وعلا يمدنا بكل ما به تستقيم حياتنا، بكل ما به يهنأ العيش وتطيب الحياة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت أيها الأخ الكريم، أنت أيتها الأخت الكريمة، إذا حمد الواحد منا الله عز وجل كان حمده على هاته النعمة، هو هذا الحمد أعظم عند الله من النعمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد من نعمة فحمد الله عليها إلا وكان حمده أفضل عند الله من تلك النعمة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الحمد
لله سبحانه وتعالى. والأحاديث الواردة عن حمده الله كثيرة جدا، بل كان عليه الصلاة والسلام في كل كلامه لا بد أن يفتتحه بحمد الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه تذكر نعم الله فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لا يفتر لسانك عن حمد الله في كل وقت وحين حالا ومقالا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.